أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. انخفض الضغط الجوي على حوض المتوسط، وكذلك تيارات غربية شمالية غربية مضطربة وقوية على حوض المتوسط، فعليه سلسلة من الاضطرابات الجوية ستتوالى على المناطق الشمالية، والحمد لله ستخص الواجهة الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات. أمطار كذلك ثلوج خلال يوم الغد، بداية من ليلة اليوم إن شاء الله الأمطار ستزداد غزارة، ستكون تحت وقع رعود على شكل زخات إن شاء الله تقريبا على جل المناطق الساحلية، كذلك ثلوج على كافة القمم الجبلية الداخلية. ننتظر إذا ثلوج ستتساقط على مستويات أدنى، إذا بداية من 700 متر إن شاء الله تقريبا على كافة الهضاب والمرتفعات. أجواء مستقرة على الجنوب، عدا سحب ستنتشر بدون فعالية على شمال الصحراء مع زوابع رملية. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله تصل غاية 3 درجات فقط على البيض، 4 درجات على الجلفة، كذلك سطيف وباتنا، ثم درجات على العاصمة تيزي وزو البويرة وكذلك غردايا وحتى على ولاية تندوف، 7 درجات على كل من بشار كذلك أدرار تميمون إن صالح، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله تراجع محسوس لدرجات الحرارة، طقس بارد مع تساقط للثلوج خاصة على المرتفعات. ننتظر 5 درجات فقط على البيض، 6 درجات على تيارت، 8 درجات على الجلفة، نفس المقياس على باتنا، 7 درجات على سطيف، قالما ميلا خنشلة وحتى على قسنطينة، 20 درجة على كل من بشار كذلك غردايا، 25 درجة على كل من تندوف أدرار إن صالح، 26 درجة على إليزي، 21 درجة على تمنراست، تصل غاية 29 درجة على مقياس على أقصى الجنوب. دائما هبوب رياح قوية ستخص الواجهة الساحلية مع بحر كثير الاضطراب، أقول تقريبا على كافة السواحل. أمس اليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 5:58 دقيقة.